ولا انا انطلق لكم شوي من قضيتنا وسيسي وقالنا شنو السياسيين، يعني اذا كنا سياسيين ولا ندروا المصلحه العامه ومن المعارضه ما نقبلوا نقعدوا مع مد من حزب واحد. لا سياسة ولا تسييس لقضية مناديب عمال سنيم وركوب تجاعيد وتقاسيم وجوه هؤلاء العمال على خلفية سياسية يقول هؤلاء لا مكان له بيننا، هي مسألة حقوق لا أكثر ولا أقل من ذلك، وكل شيخ يكمل ليله بنهاره في ساحة إضراب عل وعسى تستوعب الحكومة والمعنيون بالأمر أن المدينة ما عادت بتلك الحركية والديناميكية، وكل الأسواق مسها الضر فعلا، وربات الأسر عين يفتحونها على ترتيب أثاث بيت بعثرته أزمة العمال، وأخرى على شيوخ يجلسون على مفترق طرق مطلع شمس كل يوم وحتى الغروب خلف شركة أصوات محركاتها ما عادت بذلك الضجيج. مثلا هذه المرأة منذ قرابة شهر تجلس في حانوتها وأول زيارة لزبون كانت من صاحبة الجلالة لها. شو نبيعوا؟ اللي خرس قاع كان جانا حد، ما هو اللي تلبوك متو ما شرا وبعد من عند رشيمان الله ولا هيشاو النش ويا الله يعرف النشي والله يعرف لنا لهم قوموا عليهم بنعمد نقيسهم هكشون واكشوط على كرعين ولا هو كيف مشيت لا بيع ولا شراء، والعرض والطلب في السوق أصبح في خانة المستحيل على أرض المنجم والحديد. أرملة أخرى تسير في نفس الاتجاه، وكأن النسوة في مدينة الحديد يواصلن أيضا إضرابهن عن الأسواق، فضعف الحاجة ووطأتها هي نتاج لما تعج به هذه الساحة من أصحاب الحقوق. وحدهم نسوة مدينة زوارات يعيشون على أمل الحلول ويتجرعون مرارة كل يوم يمر من إضراب العمال وكأنه بمثابة ألف سنة. ولهم 50 يوم ما عندهم قية، إلا عنده العزايز وعنده الطافيلات وعنده شويبات وعائلات مسيكينين مقبوض حقهم ما ضمناش لنا الرئيس والعبد العزيز الرئيس المتعدل الوخيرت به رانا شاكر انه يحل مشكلة أولادنا هم الأولين أقلع علينا من الحب الأحمر وعايشين من زرعتهم والكدية كديتنا والحجار حجارنا والقارب قاربنا وإحنا في عزلة الحمد لله هذا القارب اللي يمشي ويجي أولادنا نداروا حقهم ويجيهم. حمود والعمر لقناة المرابطون مدينة زوارات.